السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، يعني بنكمل كلامنا في حلقات متواصلة إن شاء الله في شرح كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية. عايزين نتعلم العقيدة، عشان العقيدة هو اللي هيترتب عليها أني أصرف العبادة بحق لله سبحانه وتعالى. طول ما أنا مش متعلم عقيدة بشكل قوي، في الغالب بتبقى العبادة تقيلة على قلبي، اللي يخليني أنزل الفجر أصلي في المسجد ويعني الدنيا هوا شديد ورياح شديدة وأمطار ورعد وبرق والدنيا غرقانة مية، وأنا بشق الضلمة دي كلها ومصر أن أروح ألحق كمان تكبيرة الإحرام. إيه؟ أكيد في حاجة في قلبك حصلت خلتك تعمل كده، اللي يخليك تتصدق وانت ممكن تكون في أشد الاحتياج للصدقة، إلا إذا كان في حاجة في قلبك حصلت خلتك ودفعتك ان انت تعمل ايه؟ ان انت تستمر على البذل وعلى التصدق لوجه الله. ليه؟ لأن قلبك بقى متعلق بالله، عشان كده احنا متعلم العقيدة. عشان كده لما جاء أمر الهجرة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكل امتثل، الكل امتثل الا من كان بقى مستضعف او كان يعني قليل الحيله لكن قلبه مطمئن بالايمان. تخيل انت النهارده كده احنا قاعدين في التجمع، تخيل انت النهارده لو اولادك، انت بيتك وشغلك واولادك في التجمع، وانا جاي بقول لك كده جهادا في سبيل الله، والله مثلا في اخ كده متقن للقران، هتروح هتجاهد، هتاخد زوجتك وتاخد اولادك وتعزل من التجمع عشان تروح تمسك مسجد مثلا في المعادي. ها الموضوع شاق جدا 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 على النفس ولا لا؟ شديد، لسه هتقعد تحول المدارس وهتروح مكان تاني وهتعمل موضوع صعب جدا، صح؟ طب تخيل انت بقى لما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاء امر الهجرة، وتخيل بقى ان الصحابة اللي بقاله سنين وسنين حرفته الاساسية شغال في التجارة، حرفته الاساسية شغال في التجارة، ومرة واحدة يترك المال ويترك البنون ويترك الزوجة ويترك التجارة. كان مليونير، كان مليونير في عصره، ساب كل ده لله. ليه؟ ايه اللي حصل؟ في حاجة في قلبه. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله مع الصحابة، رب قلوب الصحابة على العقيدة والتوحيد. عشان كده لما جه أمر الهجرة كان أسهل ما يكون، عايز فلوس خد الفلوس اللي عندي، عايز أي حاجة أي ممتلكات خدها كلها، ما عنديش مشكلة. وينتقل بعد ما كان حرفته الأساسية، تخيل مثلا عنده 30 40 50 سنة بيشتغل طول عمره في ايه؟ بيشتغلوا في ايه في مكة؟ في الغالب في التجارة. فتخيل هو راجل تاجر، تاجر ابن تاجر ابن تاجر، طول عمره متربي في التجارة، ومرة واحدة يترك كل ده ويهاجر ويبدأ في الزراعة. ياه دي صعبة قوي، مش بس بقول لك امسك امشي من التجمع روح المعادي ولا روح اي يعني حي تاني جنبينا، لا 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 خالص، ده هيغير حرفته، ده هيغير مهنته، هيبدا بعد ما كان تاجر، واللي فيكم عارف الكلام ده كويس يقدره. يعني ايه واحد يبقى شغال في التجاره والبيع والشراء ومره واحده تقول له تعالى هتزرع في الارض؟ ده موضوع صعب جدا 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 على النفس. عشان كده تعلم العقيده ده يعني أشد، إحنا في احتياج تعلم العقيدة أشد من احتياجنا للمية والهواء. شوف أنت احتياجك للمية والهواء إيه؟ احتياجك لتعلم العقيدة أشد، لأن المية والهواء أنت بتحتاجهم عشان تعيش كام سنة في الدنيا، لكن تعلم العقيدة والعمل بيها ده عشان خلود أبدي في الجنة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الجنة. طيب نكمل كلامنا، كنا المرة فاتت بنتكلم على أن أول ما يجب على العباد أن يحققوا العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب ده جزئية. الجزئية الثانية، وإحنا برضو بعمل مراجعة سريعة كده عشان نعرف نكمل طريقنا، لأن الجزء اللي في الأول ده أنا ما بستعجلش فيه خالص زي ما اتفقنا قبل كده. الأجزاء الأولى في العقيدة اوعى تستعجل فيها خالص، لا هنطلع درجة وهرجع تاني اراجع، هطلع درجة وارجع تاني اراجع، لغاية ما القلوب تتعلق بالقواعد الخرسانية اللي كنا بنتكلم فيها دي. احنا دلوقتي بنعمل قواعد خرسانية، ما تستعجلش ابدا وانت هتصب وهتجهز القواعد الخرسانية، ما تستعجلش، خد وقتك، خد مقاساتك وظبط وراجع حالك وتأكد مرة واثنين وثلاثة عشان لما تيجي تصب تصب صح، وبعد كده تكمل صح.
فما تستعجلش ابدا في البدايات. وخد بالك ان في بدايه الالتزام خالص حقيقي كنت بقعد افكر كده، هو ازاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان 13 سنه في دار ابن الارقم في مكه بيربي الصحابه على العقيده والتوحيد ليه يعني صلى الله عليه وسلم ليه يعني 13 سنه بيتعلموا عقيده ليه؟ هو هي العقيده كبيره قوي كده؟ كبيره قوي كده، كبيره جدا وكبيره جدا، ولازم تدخل واحده واحده، ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق. يبقى لازم تاخد الدين واحده واحده عشان قلبك وعقلك يقدر يستوعب الكلام اللي هتاخده. فهو كبير جدا وعظيم جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت محتاج ان انت تتعلم فيه واحده واحده. من ضمن الحاجات ما هي العباده؟ يعني ايه عباده؟ اذا كان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قلنا ان ده الاصل او ده الاساس، الانسان والمخلوقات من الجن والانس ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حتى نحقق العبوديه ونفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانيه. خلاص كده؟ طب ايه العباده بقى؟ قلنا ان العباده اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. ده كده عباده واضحه كده؟ يعني انت دلوقتي بتصلي العشاء، انت ان شاء الله نيتك انك تريد وجه الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاه، وفي نفس الوقت بتقوم بحركات وبتادي اركان، كل دي عباده. يبقى لازم يبقى فيها اخلاص لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت فيها متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في اداء هذه العباده. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رايتموني اصلي. فنحن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في اداء تلك العباده. طب دي جزئيه. طب امتى يكون العمل عباده؟ قلناها قبل كده اللي يعني يفتكرها معانا، امتى يتحول العمل لعباده فعلا؟ يكون العمل ده ان شاء الله باذن الله في ميزان حسناتي، سواء عمل دنيوي او عمل اخروي، امتى يتحول لعباده؟ بالنية. جزاك الله كل خير. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قلنا قبل كده ان المؤمن والكافر بيتساووا في حاجات كتيره جدا زي حاجات الدنيا. يعني المؤمن والكافر بياكل وبيشرب وبيتجوز وبيخلف وبيربي عياله، صح؟ المؤمن والكافر بيتساووا في الامور دي كلها، وبينام، كل دي حاجات بيتساوى فيها المؤمن والكافر. طب ايه اللي يميز المؤمن عن الكافر؟ ان المؤمن عمله بنيته ان شاء الله في ميزان حسناته، لكن الكافر لا، خلاص ضيع الثواب بتاعه فين؟ في الدنيا. قال تعالى في سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم يوم القيامة فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يبقى المؤمن بنيته قدر يحول العادات عند الناس لعبادة، فكان نومه في ميزان حسناته، وكان أكله وشربه في ميزان حسناته، وشغله 6-7-8-10 ساعات في اليوم والليلة بنيته إن هو بيعمر الأرض وبيتقي الله في المال الحلال في ميزان حسناته. يبقى كل حياته بقت في ميزان حسناته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى العبادة هي كل ما هو دل على كل الأعمال الظاهرة والباطنة، الأقوال والأفعال. تمام كده؟ طيب من كام يوم لسه يعني كان حد عمال يكلمني بيقول لي يعني أنا بصراحة يعني وضرب لي كده كام مثل بدون ذكر أسماء، بعض المشايخ ممكن لما بيكونوا بيدعوا الناس أحيانا بيذكرهم بالنار، بيذكرهم بالعذاب يعني. فأنا ما بحبش كده بصراحة، أنا أحب كده الإيه؟ فلان وفلان اللي هم يعني ايه حلوين كده، كلام كله كده ايه خفيف خفيف والدنيا جميله ومفيش اي مشاكل. خد بالك في حته مهمه قوي، لازم المنهج نوصله للناس ويكون موزون، يكون متزن. انت كبني ادم عادي بتميل جدا للي يحببك في الجنه، صح؟ اي حد في الدنيا لو جيت حتى جبت واحد كافر قلت له بص انت في جنه وفي نعيم وفي هتلاقي ايه اللي حصل له؟ اللي حصل انشراح في الصدر، هيبقى مبسوط حتى لو هو كافر، عمال بس تقول له ده انت ممكن تبقى في كذا وفي كذا بس ادخل الاسلام وادخل الايمان وهتلاقي في جنه وهتلاقي في نعيم وهتلاقي في حور عين وهتلاقي في نعيم متجدد متغير غير منقطع ودرجات في النعيم، ايه اللي هيحصل له؟ طب لو جيت كلمته على النار وكلمته على العذاب وكلمته على غضب الله، ايه اللي هيحصل؟ هينقبض، هيخاف، صح كده؟ الناس عايزه تسمع ايه؟
تسمع الحلو بس، جزاك الله خيرا. لا انا المفروض بقى احنا كمسلمين مؤمنين موحدين بالله بنعرض ايه؟ بنعرض قال الله قال الرسول بالترغيب والترهيب، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار حتى يخاف العباد من العذاب ومن النار فيتقوا النار ويرجون الثواب من الله سبحانه وتعالى ورؤية الله في الجنة والنعيم في الآخرة في الجنة فيرجو الإيه؟ فيرجو الجنة. فيبقى الدعوة عندي والإسلام ترغيب وترهيب، بخوف الناس من النار. أيوة أنا ما أعمل إيه طيب؟ ما لازم الناس تخاف من النار، ينفعش إن إحنا إيه نخليها جنة بس. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة يخوف بها عباده، وخلق الجنة ليرجو الثواب ويتقوا الله سبحانه وتعالى. يعني إيه تقوى الله أصلا؟ ما أقول لك اتقي الله أصلا، يعني اتقي الله يعني تعمل ايه؟ تخاف ايه؟ خاف ربنا. ملك اتقي الله يعني خاف ربنا، صح؟ خاف عذاب الله، خاف غضب الله. يعني اخونا دلوقتي حاطط شال على راسه، حاطط الشال ده على راسك ليه؟ عشان بردان. فانت عايز تتقي الايه؟ عايز تتقي الايه؟ تتقي، عايز تتقي ايه؟ البرد، صح؟ البسها، انا البسها، اتقي البرد براحتك يعني. ماشي يا جماعه، انا ممكن ابقى ماشي في الشمس مثلا والحر شديد قوي ولابس مثلا طاقيه على راسي، الطاقية دي انا لابسها ليه؟ بتقي ايه؟ بتقي حرارة الشمس. فلما اقول لك اتقي الله بقول لك اتقي غضب الله، اتقي عذاب الله، اتقي نار الله. فما ينفعش تيجي تقول لي ايه؟ لا ما تكلمنيش عن النار، كلمني عن الجنة. ليه بقول الكلام ده؟ لأن العبادة ليها أركان. العبادة ليها أركان. كم ركن؟ قلناها قبل كده، ها؟ كم ركن؟ اه تمام، ده ركن. ما هو المحبة هو الحب، ماشي، المحبة ركن. والإيه؟ ها كم ركن يا جماعه؟ اركان العباده. ها مين قال ثلاثه؟ الخوف والرجاء والمحبه. اه جزاك الله كل خير، ثلاث اركان. لازم تبقى بس الحته دي تبقى منضبطه عندنا جدا، لان في ناس غالط جدا في محبه الله وقعوا في مشكله كبيره جدا جدا جدا. ايه هي؟ انه قال لك انا بحب ربنا وراضي عن احكام الله، دخلت النار دخلت الجنه مش فارق، انا بحب ربنا. ده خلل في العقيده، ده كلام مش حب لربنا. لان يدعوننا رغبا ورهبا، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ما ينفعش فيش حاجه اسمها ابدا يا رب انا بحبك تدخلني الجنه تدخلني النار انا راضي، مش حاجه اسمها كده. ازاي؟ عشان عقيده المسلم المؤمن بالله لازم يكون المثلث ده واضح قدام وضوح الشمس. انا عندي محبه لله سبحانه وتعالى، وده الاصل، اصل من اصول اعمال القلوب، وفي نفس الوقت في ايه؟ في خوف وفي ايه؟ رجاء. يبقى انا بحب ربنا، خايف من النار، نفسي في الجنه. شايف المثلث ده؟ المثلث ده لازم يبقى في ذهنك دايما، عشان لو حسيت ان واحد من الثلاثه اختل تبدا تراجعه. ابن القيم رحمه الله قال في هذه المساله كلام قيم يكتب بماء من ذهب حقيقي. قال ايه؟ قال ان المسلم كالطير. المسلم ايه؟ كالطير. راس الطير المحبه، رأس الطير المحبة، وجناحا الخوف والرجاء. تخيل انت كده لو طير في السماء وجناحه اليمين نزل شويتين ثلاثة أربعة يمين، ايه اللي هيحصل؟ هينحرف ولا هيفضل مستقيم؟ لازم هينحرف. طب لو العكس، في المحبة اللي هي رأس الطير وفي نفس الوقت بقى فيه يعني خوف شديد جدا وبقى فيه رهبة شديدة جدا جدا، وصلت لمرحله انه مش قادر يؤدي العباده، مش قادر يؤدي الطاعه، ليه؟ اصله خايف قوي. ايه اللي حصل عنده؟ حصل انحراف ولا ثبات؟ فانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، انت عايز تستقيم، عايز الخط المستقيم، الطريق المستقيم. طب ده هيستقيم ازاي؟ لازم يبقى فيه محبه لله وخوف ورجاء. طب ايه علامه بقى المحبه؟ احنا بنقول كده ان اركان العباده ايه؟ ثلاثه، محبه وخوف ورجاء. طب في علامه للمحبه؟ في علامات كثيره جدا جدا جدا، منها زي ما كنا قلنا قبل كده، اذا اردت ان تعلم مقامك فانظر فيما اقامك. انت بتدعي انك محب لله سبحانه وتعالى، طب شوف فعلا هو كلامك ده مجرد ادعاء؟ ما اي حد ممكن يدعي، صح؟ اي حد ممكن يدعي اي حاجه، لكن البين على ايه؟ على من ادعى. لو انت فعلا محب لله وعايز تشوف انت حالك ايه، شوف مقامك عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انت دلوقتي صلينا العشاء وناس كثيره مشيت وفي ناس قعدت، يمكن يكون كلامي فيه شيء كويس ففي ناس بتسمع،
لكن عايز اقول لك بس انت دلوقتي استشعارك ان الله سبحانه وتعالى يريد بك الخير وتستمع وتريد ان تستمع الى قال الله وقال الرسول، دي اراده خير ومحبه من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ما انا كان ممكن دلوقتي ابقى قاعد على اي قهوه، ولا كان ممكن ابقى قاعد بعمل اي حاجه، ولا في ماتش كوره اهم عندي من الصلاه، ولا اي حاجه. ايه اللي خلاك تيجي تصلي في عز البرد وتستقطع الوقت ده وانت صاحي اصلا من الفجر وشغل ورايح وجاي ومكمل وكمان درس بعد العشاء؟ ايه اللي حصل؟ اذا اردت ان تعلم مقامك فانظر فيما اقامك. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه قالوا ان علامه المحب الطاعه. في علامه صح؟ انت اللي بيحب حد، ولا لا مثلا الاعلى، اللي بيحب حد بيبقى عايز يعمل ايه في دنيا البشر؟ لو انت بتحب زوجتك ان شاء الله يعني، لو بتحب زوجتك هتعمل ايه؟ تحاول ترضيها صح؟ تحاول تتخرجها، تفسحها، تجيب لها حاجه، تجيب لها هديه، تعمل لها اللي نفسها فيه. لو انت بتحب ابنك بتبقى عايز تجيب له يعني حته من السماء بين ايديه صح؟ فاللي بيحب حد بيبقى عايز ايه؟ عايز يرضيه. ولله المثل الاعلى. علامه المحبه الطاعه والاتباع. علامه المحبه الطاعه والاتباع. الكل ادعى، خد بالك من الحته المهمه قوي، ان الكل ادعى محبه الله، فقلنا هاتوا لنا ببينه، فالبينه على من ادعى. ركز، انتوا مركزين ولا نايمين ولا ايه؟ حد معايا؟ طيب طيب، الكل ادعى محبه الله، كل الناس قالت انا بحب ربنا، حتى اللي بيروح للقبور، حتى اللي بيروح للاولياء، حتى اللي بيروح يعمل ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يقسم بغير الله، الكل ادعى محبه الله. فقلنا هاتوا لنا ببينة، لأن البينة على من إيه؟ من ادعى. فالكل سكت إلا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم حبيبي في الله أن كل الطرق إلى الله مسدودة. أنت بتقفلها في وشنا ولا إيه؟ لا، ما بقفلهاش ولا حاجة. كل الطرق إلى الله مسدودة فعلا إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو إنك صادق فعلا في إهدنا الصراط المستقيم، وصادق فعلا في دعوة أنك محب لله، فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلامة المحبة الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ده يلزم منك ايه؟ هي مش مجرد كلمة بتتقال، هي كلمة يتبعها التزام. انت اللي قلت بالتوحيد، وانت اللي قلت بالشهادتين، طب ايه اللي يحصل؟ هيترتب على الشهادة دي بقى في التزامات. ما ينفعش بقى اقول الشهادتين وبعد كده ارجع اقول والله ما فيش حاجة اسمها حجاب في الاسلام. لا، يبقى انت كده بتنقض الشهادة اللي انت قلتها، لان ده ثابت في الكتاب والسنة. ما ينفعش ان انا النهاردة مثلا واحد يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، فيش حاجة اسمها صيام. الكلام ده كان زمان ايام النبي كده من 1400 سنة، لكن دلوقتي الناس طلعت القمر، فيش حاجة اسمها دلوقتي. الكلام ده كله بينقض ايه؟ التوحيد، بينقض لا اله الا الله محمد رسول الله. فعلامة المحبة الطاعة والاتباع. عشان كده من اهم قضايا، من اهم القضايا عند اهل السنة قضية كتير احنا بنحاول نعمل كده، نحاول نغطي وشنا، نحاول نعمل اكننا مش واخدين بالنا، يعني ايه؟ بنحاول نعديها. ايه هي؟ قضية كبرى من اهم قضايا اهل السنة، ومن اهم القضايا حقيقي اللي بتميز اهل السنة عن اهل البدع واهل الاهواء واهل الضلالة. ايه هي؟ قضية اسمها قضية الولاء والبراء. دي من اكبر قضايا اهل السنة، ده اكتر حاجة بتميز اصلا اهل السنة، الولاء والبراء. اني احب لله وفي الله، واكره وابغض لله وفي الله. ما ينفعش النهاردة احب حد بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، او يسب الصحابة، او يسب امهات المؤمنين، ما ينفعش. الحب ده عمل قلبي لا يصرف الا لله ورسوله والمؤمنين. محمد رسول الله، والذين معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. ده اصل مهم جدا 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 جدا. اسمع لقوله تعالى في سورة الممتحنة حينما ذكر حال ابراهيم والقلة المؤمنين معه، قال تعالى: قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. على طول؟ لا، حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى المؤمن هو مش بيكره الناس، ده هو عايز الخير للناس. خد بالك، أنت لما بتحارب الكافر أنت مش بتحاربه غلاسة، أنت بتحاربه لرفع راية الإسلام، وفي نفس الوقت حتى نأخذ الناس من عبادة الناس لعبادة رب الناس.
يعني تخيل انت كده انت رايح تحاربه وتخانق معاه وتشكله عشان تشده وتاخده لفين؟ بتشده من ان هو عايز يدخل النار وانت بتحاربه عشان تشده من النار للجنة. هو مش فاهم كده. هو يقول لك الاسلام انتشر بحد السيف. لا هو ما انتشرش بحد السيف. ده انا عايزك ادخلك الجنة رغما عنك. فبحاول ان انا اوصل لك الدعوة وحاول ان انا اوصل لك الدين. بحاول بكل الوسائل الممكنة ان انا اخدك من النار. اكون سبب ان انا اخدك من النار لفين؟ للجنة. عشان كده ده اصل مهم جدا من يبقى احنا فاهمينه. طب احنا دلوقتي من ضمن الحاجات انتوا عارفين انا دايما ايه بحب ان احنا نفتح الملفات اللي هي ايه ما بنحبش نتكلم فيها. ما بحب انا كده. يعني فكرة ان احنا نعدي ونكبر دماغنا لا ما بحبش كده. لازم يبقى في مكاشفه ومصارحه وصدق بيننا ووضوح عشان نعرف نستفيد. احنا دلوقتي مقبلين على ايه؟ على يعني الحدث العظيم اللي بيكرر كل سنه وكل سنه نقعد نتكلم فيه. ايه هو الحدث ده؟ حدث اللي الناس كثيره بتقع فيه. ها الايه؟ راس السنه. راس السنه الهجريه ولا ايه؟ ميلاديه صح كده. طيب اولا لم يثبت ان عيسى عليه الصلاه والسلام ولد في هذا التوقيت اولا. والراجح من كلام العلماء انه كان في الصيف، لان يعني يهز اليك بجزع النخله يساقط عليك رطبا جنيه. ده كان فين؟ في الصيف ولا الشتاء؟ الرطب دي بتبقى فين؟ دي بتبقى في الصيف مش في الشتاء. ده واحد. اثنين، حتى لو ثبت ان ده مولد او الميعاد الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاه والسلام، نحن لا نحتفل باعياد الميلاد حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل ايه عشان نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ صوم يوم الاثنين طول السنه. خلاص كده؟ طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، ازاي انا كراجل مسلم مؤمن بالله اروح احتفل بعيد كفري؟ ازاي؟ ده عيد كفري. لان هو بيقول ان ده مولد الرب يسوع. بيقول ان ده مولد الرب يسوع. ازاي انا بقى كراجل مسلم لسه الاسبوع اللي فات يعني كنت ماشي كده في السوق بجيب حاجه لقيت يعني سبحان الله يعني واحد عامل يعني عامل مهرجان قدام المكتبه بتاعته، مهرجان شجر الكريسماس وبابا نويل طلع كبير ضخم قد كده، وتخش جوه بقى تلاقي بابا نويل كتير صغير كده المكتبه كلها، لدرجه ان انا شكيت هو الراجل ده مسلم ولا ايه؟ عشان بس انا عايز اكلمه، عايز اقول له ان الكلام ده لا يجوز شرعا اتقي الله. فقعدت كده بتاع 10 دقائق واقف جوه المكتبه مش عارف اجيب الراجل ده اجيبه ايه. في مصاحف محطوطه بتتباع بس في نفس الوقت المكتبه كلها ايه؟ كلها كريسماس وكلها بابا نويل وكلها الكلام ده لا يجوز شرعا حرام. المهم ايه قربت منه فتعرفت عليه قال انا اسمي احمد. فالمهم ايه بقى تقول له بقى خد بالك واتقي الله الكلام ده لا يجوز. قال لي ده موسم وده يعني اكل عيش وبتاع. قلت له لا يجوز، ما هو كل واحد فينا بيبتلى في اكل عيشه. المهندس بيبتلى والطبيب بيبتلى والمعلم بيبتلى والحرفي بيبتلى، كل واحد بيبتلى. ها هتتقي الله في مالك ولا الموسم بيقول كده والدنيا بتقول كده فبيع اي حاجه؟ فلا يجوز، ده عيد كفري. هو بيقول ان ربي اتولد النهارده، ازاي انا احتفل معاه؟ ازاي؟ فلا يجوز اصلا الاحتفال بحاجه زي كده. طب في جزئيه بس عايزين نحررها، هل معنى ان انا قلت ان الكافر ده كافر معنى كده ان انا بستبيح دمه؟ عشان بس يبقى الكلام واضح، معنى كده انا بستبيح دمه؟ لا ما بستبيحش دمه خالص. انا ليا جار نصراني، انا مأجر شقتي من حد نصراني، عربيتي كنت شاريها من واحد نصراني، ما عنديش مشكله خالص، ما عنديش مشكله خالص ان انا افهم الكلام ده كويس، ما عنديش مشكله ان انا ابيع واشتري معاه، ما عنديش مشكله انه لو مات له اي حد اروح اقول له بالالفاظ الشرعيه البقاء لله، ما عنديش مشكله لو عنده اي مناسبه ان انا اقف معاه، ما عنديش مشكله ان هو لو عليه دين وجه قال لي ده انا عليا دين اسد الدين اللي عليه، جاري ليه حق عليا، ما عنديش اي مشكله خالص. مش معنى ان انا بقول لك ان هو كافر ان انا بقول لك استبيح دمه، لا، بس دي عقيده. احنا واحنا بنتعلم عقيده معلش مفيش مجال للمداهنه. ده واحد زائد واحد بيساوي اثنين، يا اما كله هيتساوى. ما لو انا النهارده ما وقفتش وقفه جاده وقلت لا في فرق بين الكافر والمؤمن يبقى الكل ايه؟ هيتساوى. في ناس عندها مشكله في العقيده يقول لك احنا كلنا حلوين، كل اللي ليه رب وكل اللي ليه اله داخل الجنه. جبتوا منين الكلام ده؟ ازاي يتساوى المؤمن بالله ان دين عند الله الاسلام؟ ازاي يتساوى المؤمن
الذي آمن بالله وأفرده بالوحدانية، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إزاي تساوي بين من أفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وبين من أثبت لله كل تقريبا كل صفات النقص والعيب والعور في حق الإله، فيقول أن الإله مات، ويقول أن الإله قد صلب، ويقول أن الإله قد ضرب، ويقول 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 في حق الإله. لكن أنا كمؤمن، أنا مؤمن بأن كل الكمال والجمال والجلال لله الواحد الأحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أنا مؤمن بأن إلهي له كل صفات الكمال. مجرد السنة، فين هي السنة؟ ما هي؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني إيه سنة؟ ينعس. ولله المثل الأعلى، لا هي مقدمات النوم. عارف كده لما واحد كده يبدأ خلاص يدخل في النوم ويبدأ يغمض عينه كده، دي اسمها السنة. مجرد السنة دي في حق الله سبحانه وتعالى لا تجوز. الله سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، حي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. إزاي تساوي بين من يقول أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت وبين من يقول أن الله سبحانه وتعالى صلب وضرب وقتل ومات؟ إزاي؟ وبالتالي لا، دي عقيدة. إن الدين عند الله الإسلام. أنا كمؤمن بالله مؤمن بأن الإسلام هو الدين الحق. إزاي أساوي بين من يقول بأن الله سبحانه وتعالى له صفات النقص وبين من يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعتريه أي نقص؟ تسبح الله سبحانه وتعالى ليل نهار. الشيخ يعني جزاه الله كل خير كان بيقرأ في سورة الحديد النهاردة، سبح لله ما في السماوات والأرض. بداية الكلام أن الكون كله إيه؟ كل الكون يسبح بحمد الله، وينزه كل الكون، كل المخلوقات تنزه الله سبحانه وتعالى عن أي عيب أو نقص. فإزاي أنا أساوي بين من ينسب لله سبحانه وتعالى الحق وبين من ينسب ويدعي على الله سبحانه وتعالى إفتراء وظلما وبهتانا؟ أكيد في فرق. لو أنت بقى عندك الاثنين داخلين في بعض، معلش راجع نفسك، راجع عقيدتك. اللي بيجي يقعد معايا يقول لي والله أنا شايف إن كل الناس حلوة، انت اللي حلو، انت محتاج تقعد تتعلم عقيده. لان لو تعلمت العقيده وتعلمت التوحيد هتحب الله. لما تحب ربنا ازاي ترضى انك تحب واحد بينسب لله سبحانه وتعالى الظلم والافتراء والنقص؟ لما تكون بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقي واحد بيسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انه شاعر وانه ساحر وانه كذا وكذا، بعد كده ترجع تقول لي بحبه. تحب مين؟ ما تحبوش. الحب ده عمل قلبي لا يصرف الا لله ورسوله والمؤمنين. يعني اروح اقتله؟ يعني هو يا ابيض يا اسود؟ هي ما عندناش احنا وسط. ما احنا قلنا قبل كده ان اهل السنه وسط بين طرفين، له حق الجيره وله حق الجوار وله كل الحقوق، لكن لما هاجي على جزئيه العقيده مش هداهن. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا وارض عنا، اللهم تجاوز عن خطايانا رحمن رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على رسول الكريم مصطفى صلى الله